بعد 5 سنوات من تدخل التحالف في اليمن، هل تبدو ميليشيا الحوثي أضعف أم أقوى اليوم؟ هل تدخل التحالف في اليمن استعادة الشرعية أم لتمكين الحوثيين من البلد؟ وما موقف الشرعية من التفاهمات الأخيرة بين السعودية والحوثيين؟ أهلا بكم. غدا اندلاع عاصفة الحزم، قال متحدث التحالف إن العملية ستأخذ شهرا واحدا أو شهرين لإنهاء الانقلاب الحوثيين واستعادة الشرعية في اليمن. واليوم 5 سنوات من ذلك التدخل أصبح فيه مشهد البلد مختلفا عما أعلن عنه قبل 5 سنوات. ميليشيا الحوثي تبدو اليوم الطرف الأقوى عسكريا على الأرض بعد أن أضعف التحالف الجيش الوطني وفرخ ميليشيات خاصة في المناطق المحررة وصنع انقلابات عديدة في البلد. التفاهمات السعودية الحوثية الأخيرة لا يمكن قراءتها خارج هذا السياق، فسيناريو سقوط نهم والجوف ومحاصرة سرواح اليوم كلها مؤشرات تفصح عن استراتيجية جديدة للتحالف، وتحديدا الرياض لا تبدو الحكومة طرفا شريكا فيها. المجتمع الدولي هو الآخر يراه مراقبون مسؤولا عن تعزيز موقف الحوثيين سياسيا وعسكريا، وآخره صمت عن رفض الحوثيين تنفيذ اتفاق السويد والخروقات الأخيرة في أكثر من منطقة. إذن هل يتم إعداد الحوثي إقليميا ودوليا لوراثة البلد بعد إزاحة الشرعية من المشهد؟ ولماذا لم تتخذ الشرعية ولا أحد قيادتها موقفا حازما إذا انقلاب أهداف التحالف وتحوله من محاربة الحوثيين إلى دعمهم في اليمن؟ 5 سنوات منذ أن قال التحالف أنه تدخل عسكريا في اليمن لاستعادة الشرعية وإنهاء انقلاب الحوثيين، فأين هو موقع الحوثيين اليوم بعد نصف عقد من الحرب؟ يستطيع المتابع العادي للشأن اليمني أن يلحظ أن قوة الحوثيين أصبحت اليوم أكبر منها لحظة انطلاق ما سمي بعاصفة الحزم. فما تقوله الأرقام والحقائق يشير إلى أن الحوثيين أصبحوا يمتلكون ترسانة صواريخ متطورة وصلت إلى العمق السعودي أكثر من مرة. أما على المستوى الداخلي فقد انتقلت الميليشيا من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم لتستولي مرة أخرى على كثير مما استعاده الجيش الوطني في العام الأول من الحرب. وفي حين بقي الجيش الوطني عاثرا يعاني عجزا في التسليح بفعل سياسات التحالف، استمرت إيران في تهريب السلاح لميليشيا الحوثي وتطوير قدراتها العسكرية ومنظومة الصواريخ على وجه التحديد، حتى بدا الحوثي هو الطرف الأقوى في المشهد اليمني. وبعيدا عن جبهات القتال، تمكنت ميليشيا الحوثي من تعزيز قبضتها على المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مخضعة المزيد من فئات المجتمع عبر العنف المفرط، بالتزامن مع تجاهل تام لمطالب السكان واحتياجاتهم بما فيها رواتب الموظفين. تعامل المجتمع الدولي مع ميليشيا الحوثي يثير تساؤلات كثيرة حول التزامه بالمرجعيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن، فيما ظل 3 مبعوثين أمميين يراوحون مكانهم بلا طائل من وراء مهمتهم. شهد العام الخامس تحولاً واضحاً في خطاب الرياض الرسمي تجاه ميليشيا الحوثي، فبينما كانت الرياض تتحدث في 2015 عن إنهاء الانقلاب والقضاء على التمرد، أصبحت اليوم ترى الحوثيين جزءاً من المجتمع اليمني يحق لهم المشاركة في حكم اليمن وتقرير مستقبله. يأتي هذا التحول مترافقاً مع الكشف عن مباحثات أجراها مسؤولون سعوديون كبار مع قيادات حوثية في أكثر من عاصمة. إذن لم تعد ميليشيا الحوثي هي الخصم الأول للسعودية، يؤكد ذلك ما حدث مؤخراً في الجوف ونهم، وحالياً ما يحدث في صرواح، وقبلها طرد الحكومة من عدن في أغسطس الماضي أمام مرأى ومسمع الرياض. تعاظمت سلطة ميليشيا الحوثي خلال الأعوام الخمسة الماضية،
حتى أنها لتبدو في بعض الأحيان وكأنها غير قابلة للانكسار، إلا أن الحقيقة تشير دوماً ومنذ العام الأول للحرب أن قوة الحوثيين ليست سوى انعكاس لضعف الشرعية وانحراف أهداف التحالف. إذا مشاهدينا الكرام، ما زلنا في آخر حلقات الملف الذي يفتتح المساء اليمني على مرور 5 سنوات من عاصفة الحزم. وفي هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية رشاد المخلافي، المحلل السياسي من مأرب، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية، مساء الخير أستاذ رشاد. مساء الخير أستاذ آسيا، لك ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك. إذا أستاذ رشاد، 5 سنوات منذ اندلاع عاصفة الحزم الذي جاءت كما قيل لإعادة الشرعية وإنهاء انقلاب الحوثيين، يرى المحللون اليوم أنه وبعد 5 سنوات الحوثي هو الأقوى عسكريا وربما اقتصاديا، ربما بدلالة ما حدث من تقدمهم في الآونة الأخيرة لإسقاط بعض المدن التي كانت في حوزة الشرعية، ما هو تفسيرك؟ أعتقد الحوثي هو استفاد كثير من تعاطي التحالف العربي، هو السلبي أو الذي يعني لو يمكن أن نوصفه بأنه كان يخدم الحوثي بكثير من النقاط. على فكرة، احنا لو عدنا إلى بداية الحرب منذ عام 2015 ومنذ بداية الحملة أو الحرب ضد الانقلاب الحوثي، نعرف خلال الأشهر أو الأسابيع والأشهر الأولى من الحرب كيف استطاع المقاومون في عدن، في تعز، في كثير من في مأرب، في أن يحققوا انتصارات وانتصارات كبيرة جغرافيا، واستطاعوا، وكان هناك تجاوب حتى داخل المجتمع اليمني داخل المحافظات التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، وكانت متفاعلة جدا مع تعاطي الجيش وتعاطي التحالف العربي، بدليل أن هناك انفجرت أكثر من مقاومة. لو عدنا مثلا إلى مقاومة الشعاور في العدين، مقاومة بعدان، مقاومة عتمة، مقاومة وكانت تقوم بأعمال جبارة واستطاعت أن تكسر ميليشيا الحوثي وأن تكبدها خسائر في داخل مناطق سيطرة الحوثي. أيضا مقاومة حجور، لكن هذه المقاومة تعرضت للانكسار نتيجة خيانة التحالف العربي. يبدو أن التحالف العربي، أنا قلتها على فكرة وأكثر من مرة، ليست من أولوية، يبدو أنه لم تعد أولوية من أولويات التحالف العربي كسر ميليشيا الحوثي، وإنما هناك أهداف وهناك أهداف واضحة في السيطرة على المناطق اليمنية بما يحصل، وهذا ما يحصل فعلا في عدن، ما يحصل في سقطرى، ما يحصل في المهرة، ما يحصل. نحن أمام أطماع، وكأن التحالف يريد أن يصل إلى أن تبقى ميليشيات الحوثي الإمامية في المناطق مسيطرة على المناطق الشمالية، بينما التحالف ذهب لتنفيذ أجنداته وأطماعه في المحافظات الجنوبية والشرقية. يجب أن نكون واضحين، لكن أيضا تتحمل الشرعية مسؤولية، ومسؤولية أرقية وكبيرة أمام ما يحدث. الحوثي ليس بذلك بتلك القوة، لكن الحوثي استفاد من تعاطي التحالف العربي. الإمارات اليوم هي جبهة معادية تماما في خندق الحوثي ضد الشرعية، وفي أكثر من ملف، ونحن رأينا ما حصل للجيش الوطني. على فكرة، لو عدنا حتى لبداية في 2016، كان الشدادي، القائد الشدادي رحمة الله عليه، يقود المعركة بثبات ويحقق انتصارات كبيرة، ويمكن كنا أن نصل خلال الأشهر إلى 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 صنعاء، وكان كل ما ترنحت جبهة يتحرك الرجل بنفسه ويثبت في هذه الجبهة ويسندها ويدعمها حتى تحقق انتصارات. الرجل تعرض لعملية تصفية وكان وراءها الإمارات وعفاش والحوثي. يبدو أن نحن نطعن من التحالف في الظهر اليوم. نعم، ما حصل بعد 5 سنوات، يعني وجدنا أن نحن أمام
هناك من يتساءل يعني هل يعقل أن السعودية والإمارات وهم من أغنى دول العالم وأكثرها تسليحا هل عجزوا عن هزيمة ميليشيا الحوثي خلال 5 سنوات أم أنه فعلا هم لم يأتوا لهزيمته منذ البداية؟ الحوثي هم لا يريدون هزيمة الحوثي. على فكرة الحوثي ليس بذلك البعبع الذي يصوره الإعلامه إعلام الحوثي. الحوثي يمكن كسره وصدقيني لو توفرت الإرادة والدعم بأبسط مقومات يعني من السلاح يعني الجيش الوطني أستطيع أن أقول يمكن أن نستطيع أن نكسر الحوثي. على فكرة أنا لو عدت يا أستاذة آسيا تحدثت عن مقاومة الشعاور وبعدان وعتمة وبعدها حجور كيف استطاعت أن تكسر الحوثي وتكبده خسائر وهم مجاميع بسيطة من المقاومين، فما بالك إذا كان هناك جيش وقادر على كسر الحوثي واستطاع أن يكسر الحوثي في أكثر من جبهة. على فكرة جبهة نهم عندما استطاع تحريرها الجيش الوطني كانوا يتسلقون بالحبال إلى الجبال، بينما القناصة الحوثيين وهناك مزارع مهولة من الألغام متعددة الأحجام والمهام كانت أمامهم، لكنهم استطاعوا أن يخضعوا سلسلة جبلية واستطاعوا أن يخضعوا تلك الموانع البشرية من الميليشيات التي كانت مسيطرة في قمم الجبال والقناصين وأيضا حقول الألغام ووصلوا إلى عمق صنعاء. وهناك حصل خط أحمر وأنا قلتها تقريبا على قناتكم على منبركم هذا الحر أن هناك خطوط حمراء أمام الجيش الوطني حتى لا يدخل صنعاء، وكان على بعد لا يقل عن يعني ما يقارب 30 إلى 25 كيلو من مطار صنعاء الدولي. في نهم كانت الأمور طيبة ولو كان التحالف العربي جاد في دعم الجيش، لكن دعيني أضعك أمام بعض الحقائق ما جرى في نهم. قبل ذلك قبل هذه السنوات الأخيرة كان هناك حرب نفسية مهولة تعرض لها. نعم، قبل أن أستمع لهذه الحقائق التي تود وضعها اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي ياسر محسن من بيروت. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور أستاذ ياسر. هناك من يتساءل كيف استطاعت ميليشيا الحوثي أن تتجاوز خطر عاصفة الحزم في أيامها الأولى، وهناك من يرى بأن هناك فيتو دولي حال دون ذلك، ما رأيك؟ نعم، أولا هو هناك عنصر مهم في المواجهة الميدانية والتي يعني يفتقد الكثير من المحللين إلى الالتفات إليها، وهو ليس عنصر المادة أو القوة المادية فقط التي يعني ترسم مشهد المواجهات الميدانية بشكل كبير، إنما أيضا القضية التي تقاتل اليوم من أجلها السعودية أصبحت يعني مكشوفة للعالم كله، وهي تقاتل من أجل أطماع حقيقية برزت منذ اللحظة الأولى، لكن الكثير كان يتعامى أو يحاول التعامي عن هذه الحقائق ويدفع بالعناوين الزائفة والاعتبارات الزائفة التي داستها السعودية والإمارات مع أول منعطف يعني أو مع أول تحول حقيقي في مشهد المواجهات الميدانية مع أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، وليسوا ميليشيات بالمناسبة. الميليشيات اليوم يعني تكشف التقارير والحقائق والوثائق أن الميليشيات تتشكل في كثير من البؤر التي تدعمها السعودية والإمارات، وأصبحت حتى ما يسمى بحكومة هذه اليوم تشكي منها. نعم، طالما أنت تثق بهذه التقارير. نعم، هذه التقارير التي تكشف كل ذلك أستاذ ياسر. أيضا تحدثت في منتصف نوفمبر وسائل إعلام وكشفت رويترز أيضا عن تفاهمات سعودية حوثية في الرياض ومسقط وغيره. الآن تقدم الحوثيين في الجوف ونهم، هل هو خلاصة تلك التفاهمات؟ أولا أنا أعتقد أن هذه التفاهمات إن حصلت وإن كانت موجودة حقا هي أتت بعد أن فرض الجيش واللجان الشعبية وفي مقدمتها أنصار الله، بعد أن فرضوا تحولات تاريخية في المشهد الميداني في المواجهات مع السعودية، بعد أن فشلت السعودية في الحقيقة في أن تحسم المعركة التي اعتبرت أنها معركة ستحسم خلال أسابيع ربما خلال أشهر إن لم تتعدى هذه الأشهر، لكن هذا الانزلاق الكبير أو الغرق في المستنقع اليمني دفع السعودية إلى
ربما إلى محاولة الرهان على الوقت، محاولة تقديم بعض المبادرات من نوافذ خلفية وليست من نوافذ صريحة ومباشرة، وهي تحاول من خلال هذه أو من خلال الإبراز الإعلامي عن وجود تفاهمات مع أنصار الله من أجل أن تكسب المزيد من الوقت، من أجل أن تعيد تموضع أوراقها وتعيد يعني تموضع قواتها على الأرض. وهذا ما يعني نعم، لكن المبادرات عادة كانت تأتي من قبل يعني قادة ميليشيا الحوثي، وظهروا في أكثر من مرة هم من يقدموا هذه المبادرات على العكس مما تقوله أنت الآن. صحيح، لكن هذه المبادرات كانت تأتي كما أخبرتك من موقف قوة، والسعودية لم تتعامل أصلا مع هذه المبادرات بشكل إيجابي، إنما دفعت ربما بأطراف ثالثة من أجل أن تدفع بمبادرات من قبلها ليست واضحة وليست ذات معالم واضحة أو تعطي نتائج إيجابية لتحقيق يعني خفض التصعيد وخفض ووقف إطلاق النار ووقف هذه الحرب العدوانية التي تمارسها على الشعب اليمني، وإنما كانت في كل مرة تحاول أن تلعب يعني على المسرح السياسي وتراهن على الزمن وتراهن على الوقت، وهذا كله نعم. إذا اسمح لي أن أنقل نعم اسمح لي أن أنقل وجهة نظرك هذه مع ضيفي أيضا الذي انضم معنا عبر سكايب، الأستاذ إبراهيم قعطبي الناشط الحقوقي والسياسي من واشنطن. مساء الخير أستاذ إبراهيم. اهلا وسهلا، مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. اهلا بك استاذ ابراهيم، اتمنى انك استمعت لحديث الاستاذ ياسر وهو يجد بان فشل السعوديه خلال 5 سنوات في محاربه الحوثي هو اختلاف القضيه التي اتت من اجلها وظهرت ربما في البدايات لدى السعوديه والامارات، ما تعليقك؟ أنا في اعتقادي أن التحالف السعودي الإماراتي والحوثيون وجهان لعملة واحدة، لهم ربما يتصارعون لكن لهم أهداف واحدة، هو أن الحوثي يبقى مسيطر على المناطق التي يستطيع السيطرة عليها وهي المناطق الشمالية، والسعوديون والإماراتيون حصلوا على ما يريدون الحصول عليه وهو السيطرة على الموقع الجغرافي الهام للجمهورية اليمنية ومنافذه المائية الدولية، و هذا ما يجري، وبناء القوات والقواعد العسكرية التابعة للنظامي الإمارات والسعودية، وهذا ما جرى. أنا في اعتقادي أن السعوديين والإماراتيون لا يريدون أن يتقدمون حتى خطوة واحدة بعد مأرب، وكذلك الحوثيون لا يريدون الاتجاه نحو الجنوب، فلذلك الصراع بين الطرفين هو لإبقاء بعضهم البعض. أما بالنسبة للحرب التقليدية فقد انتهت، السعوديون لا يريدون محاربة الحوثيون، وهذا بات واضح أنهم لا يستهدفون لا قيادة الحوثي ولا تحركات القوات العسكرية الحوثية، لا في جوف ولا في مأرب ولا في تعز ولا في البيضاء ولا في أي مناطق أخرى، والحوثيون أيضا لا يستهدفون لا قوات المجلس الانتقالي ولا القوات على الحدود التشطيرية، ولذلك الطرفين أصبحا يساعدا بعضهم البعض. ربما تكون هناك اختلافات على بعض الاستراتيجية لكن هم مكملين لبعض ضد أهداف الشعب اليمني التي هي إقامة النظام الفدرالي اليمني لكل النظامين، وهؤلاء الطرفان ضد هذا النظام الفدرالي اليمني. نعم. هناك مشكلة بسيطة بين الحوثيون والسعوديون، المشكلة هنا أن السلالية الجديدة والإمامية الجديدة متمثلة بالحوثيين. نعم أستاذ إبراهيم دعني أنقل نعم دعني أترك الفرصة للأستاذ ياسر. أستاذ ياسر، يجد الأستاذ إبراهيم بأن الحوثي والإمارات والسعودية وجهان لعملة واحدة، كل طرف لديه أهداف بعيدة عن أهداف الشعب اليمني، وطالما أمن كل طرف بأنه حصل ما يريده، أنتم تريدون الشمال والإمارات تريد أهدافها في الأماكن الاستراتيجية في اليمن والسعودية تريد المهرة، فبالتالي هدأت الأمور بينكم بدليل عدم استهداف أي قيادة من قيادات الحوثي، وكذلك أنتم أوقفتم يعني الحوثيين أوقفوا استهداف السعودية حين أمنت أنها لن تصل إليها. نعم، أولا هذه المغالطات ربما هي تجيب عنها التقارير اليومية التي تصدر عن قيادة القوات المسلحة والمتمثلة بتصريحات ومؤتمرات الصحفية العميدة الحسري أو التي يعلن فيها في كل إيجاز صحفي أو مؤتمر صحفي عن الكثير من العمليات داخل العمق السعودي، ربما هي لم تعد بالشكل الذي يعلن بشكل يومي كما كان، لكن هو بالأخير يعطي خلاصة أسبوعية شهرية عن عدد العمليات التي
يتم الاستهداف، وهي بالمناسبة تأتي يعني بشكل مماثل للعمليات الحربية السعودية التي تستهدف بها المدنيين. نعم، لكن أنت الآن تستند أستاذ ياسر، أنت تستند على تصريحات. سأجيك على سؤالك كله. تفضل. أما بالنسبة فيما يخص عدم استهداف السعودية لقيادات أنصار الله وقيادات الجيش والإيجان الشعبية، فهذه أيضا مغالطة أخرى، ونحن لا يوجد طرف في اليمن عانى وتعذب ويعني وقتل من أفراده ومن خيرة شبابه ومن خيرة رجاله مثل ما يعني حصل مع أنصار الله، لكن كانت دائما ثمرة هذه الدماء والتضحيات هو صمود ومزيد من التنامي في القوى العسكرية ومزيد من الالتفاف الشعبي حولهم، وهذا ما أدى إلى يعني سرعة تهاوي الطرف الآخر وسرعة يعني سقوط مواقعه، وأيضا اضطراره إلى أن يبحث عن فرص للنجاة حتى مع من يستند إليه اليوم. نعم، المشكلة أستاذ ياسر إذا سمحت لي، يعني أنت تستند على تقارير صادرة من ميليشيا الحوثي ونحن لا نعتمدها، دعني لا أعتمد لا الصادرة من التحالف ولا من الصادرة من اسمح لي، دعنا نعتمد على التقارير الدولية التي وصفت اليمن. اسمح لي لكي أضع لك السؤال، وصفت اليمن بأنه يمر بأسوأ مجاعة إنسانية، وصفت ميليشيا الحوثي بأنها تسرق هذه المساعدات الإنسانية، وكثير من المنظمات الحقوقية يعني هددت ولوحت بعدم استمرار عملها في المناطق التي يسيطر عليها ميليشيا الحوثيين، توقفت الرواتب، اليمنيين يعانون معاناة غير عادية في ظل يعني الرفاهية التي يعيشها قيادات ميليشيا الحوثي بدليل الفلل والسيارات والكثير من الأنشطة التي تصرف فيها العديد من أموال اليمنيين. نعم، أولا ربما أنتم في إسطنبول تستطيعون أن تمروا على الأحياء الفارهة التي يعيش فيها قيادات ما يسمى بحكومة هادية والتي تحدثت عنها أيضا التقارير، فهذا ليس هو. لا تحدثني عن 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 منطقة عن منطقة يعني بعيدة عن اليمن، أنا حدثتك عما يحدث في اليمن، فحدثني عما يحدث في اليمن، لا داعي للخروج والحديث عن أماكن أخرى. يعني تحليل طال ولم يصل الناس في نتيجة إليه. عموما فيما يخص المساعدات الإنسانية والزوبعة التي تحدثها الأمم المتحدة، الأمم المتحدة اليوم يعني أصبح معروفا أنها تدير صراع حقيقي وتستفيد من اتساع، يعني هي لا تريد أن يصل اليمنيين أصلا إلى نقطة التقاء وسلام، لأنها تستفيد كثيرا من اتساع دائرة الصراع واتساع الأزمة الإنسانية في اليمن. لذلك دائما عندما تتعرقل نشاطاتها في هذا الإطار تدفع إلى اتهام الأطراف التي تعرقل هذا النشاط الذي يستهدف أصلا أمن اليمنيين ويستهدف المنظومة، يعني ويستهدف أمنهم الاجتماعي ويستهدف أمنهم الغذائي. أين المساعدات؟ المساعدات اليوم في ظل يعني التقارير تقول أنه في ظل يعني المخاطر التي تتهدد اليمنيين من أي احتمالات انتشار مثلا وباء كورونا، لم تقدم الأمم المتحدة اليوم شيء، بينما هي تخوض حرب كونية، العالم كله يخوض هذا الحرب من أجلها، وهي ترى هذه الأزمة. نعم، إذن التي يعاني منها اليمن في ظل تعطيل النظام الصحي. اسمح لي أستاذ ياسر أن أترك الفرصة لضيفنا عبر الأقمار الصناعي، شكرا جزيلا لك ياسر محسن الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. أستاذ رشاد، هل السعودية دخلت بأجندة مشبوهة الحرب في اليمن أم أنها تغيرت مع طول أمد الحرب؟ يبدو أنه من الواضح أنه كان لديهم أهداف واضحة، لأنه لو عدت إلى عام 2015 يعني في شهر 7، يعني كيف تم ضرب الجيش قيادات الجيش الوطني وتصفيتهم منذ الشهور الأولى في معسكر العبر، اللواء 23 ميكا واللواء 22 ميكا على فكرة، وكانت الضربة موجهة للقيادات الاجتماع القيادات، على فكرة كان هناك مبنيين ملاصقين، مبنى للجنود ومبنى للقيادات للضباط والقيادات المعسكرية، تم ضرب المبنى الذي يوجد فيه القيادات وأثناء اجتماعهم في ذلك اليوم، وتم تصفية العشرات من قيادات الجيش الوطني منهم أحمد الأبارة وكثير من القيادات، ثم تلتها ضربات كثيرة وكانت تحت مبرر ضربات خاطئة، حتى مدفعية التحالف في صرواح أكثر من مرة كانت تستهدف الجنود، وهذا قبل أشهر عديدة
يعني، واكثر من مره تكرر هذا. اذا لم تكن معركه الحسم ومعركه انهاء الميليشيا الحوثي هدف استراتيجي حقيقي للتحالف العربي، وانما كان الهدف بقاء الحوثي ليتم فرض اجندات التحالف في المناطق الجنوبيه والشرقيه. وتخيلي استاذ اسيا لو كانت عدن العاصمه المؤقته عدن منذ تحريرها كانت مقرا للشرعيه والمؤسسه الدوله، وتخيلي بقيه المحافظات الجنوبيه والشرقيه لو عاشت نفس الاستقرار وكانت مؤسسه الدوله فيها قائمه وثابته وتمارس مهامها الدستوريه، هل كان الوضع سيتغير على بالطبع تماما؟ وكانت هذه يعني كان سيدعم معركه الحسم ومعركة، لكن التحالف ذهب إلى مشاريع أخرى، تشكيل كيانات وتشكيل ميليشيات مسلحة بل وتسليحة أعظم مما يسلح الجيش. الآن لما تكلم عن ميليشيا المجلس الانتقالي، وانظروا مدى الجرائم والمهولة التي ترتكب بحق أبناء اليمنيين الجنوبيين أنفسهم داخل عدن، أول نخب كيف إلى أين وصلت، ثم ذهبنا إلى منطقة الساحل الغربي، تشكيل ميليشيا لا تعترف بالدولة على الإطلاق ولا تعترف بالشرعية، ومع ذلك يتم تسليحها في بمعدات حديثة. إذا لا أدري ما الذي يريده التحالف، التحالف واضح أنه يريد لديه أهدافه الخاصة ولديه أولوياته الخاصة، دعني أشرك ومن أولويته بقاء الحوثي مسيطرا على المناطق الشمالية. أستاذ نعم. رشاد دعني أشرك معنا الأستاذ إبراهيم قاطبي عبر الهاتف هذه المرة. أستاذ إبراهيم، يعني لو أردنا أن نضع أيدينا على الخلل بالضبط، فأين يكمن؟ هل في الرياض أم في التحالف برمة أم هادي أم قيادات الجيش الوطني أم يعني الحوثي؟ في من تجد الخلل من خلال متابعتك؟ أستاذ إبراهيم هل أنت معنا؟ نعم، إذن سأعود إليك أستاذ إبراهيم حالما يتم الاتصال بك مرة أخرى، وأنقل السؤال لك أستاذ رشاد، في من ترى الخلل أنت؟ أكيد بالطبع الحكومة الشرعية والقيادات قيادة الجيش تتحمل مسؤولية كبيرة، لكن أيضا دعني أضعك في نقطة أستاذ آسيا، كان التحالف العربي يفرض أشخاص وباسم، أنا في مأرب على فكرة، والكذبة الكبرى التي تروج لها الإمارات أن هناك الإصلاح والإصلاح مدري إيش، نحن من جميع التيارات داخل مأرب، من كل مجتمع اليمني، من كل مناطق المجتمع اليمني بفئاته بأطيافه السياسية والحزبية، لا يمكن أن تحصرني اليوم في حزب واحد أو جماعة معينة وتتهم هذه القوة وهذه التضحيات العظيمة بأنها هي ضمن فئة أو حزب الإصلاح فقط، هذا لا يجوز يعني. يبدو لأنه كان هناك هدف واضح للتحالف العربي وهو الإساءة لتضحيات الشعب اليمني منذ البداية، ثم تلا بعد ذلك فرض قيادات في الجيش نفسه كما فرض وزراء داخل الحكومة الشرعية. انظري ما الذي يحصل، مثلا تعز بحجم تعز الجمهورية، تعز هذا المشروع الوطني الذي تجاوز الجغرافيا التعزية وحمل هم الوطن، وكان الأبناء تعز في كل الجبهات من الأقصى الشمال إلى الشرق إلى الجنوب، يعني مساهمين في معركة ضد الحوثي، وكانوا أول من وقفوا ضد النظام الفاسد وضد الانقلاب من أول وهلة. اليوم انظري ما الذي يفرض عليهم محافظ بهذا الشكل، يعني من هذا المخزون الفاسد، ما الذي هل نحجم تعز بحجم هذا المحافظ الذي أساء لتضحيات تعز وأساء لنضالات أبناء تعز وأساء للتضحيات الكبيرة لأبناء تعز، هذه المحافظة التي أعدها مشروع جمهوري بامتياز منذ 26 سبتمبر وحتى اليوم، وهي تناضل وتقدم تضحيات كبيرة خلال كل المراحل الحركة الوطنية حتى اليوم، ومع ذلك التحالف اليوم يتآمر عليها والإمارات بشكل غير فرض عليها أبو العباس وأبو المجرمين. نعم. اسمح لنا أستاذ رشاد، عاد إلينا يعني ضيفنا عبر الهاتف، واليوم يسأل الجيش الوطني وتضحياتهم.
نعم، عاد إلينا ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، أعيد لك السؤال الذي كنت طرحته عليك ولم تكن معنا. في من تجد أنت الخلل بعد 5 سنوات من هذه الحرب؟ هل التحالف أم الحوثي أم الحكومة الشرعية وقيادات الجيش الوطني أم الرئيس هادي ونائبه؟ في من تجده أنت؟ أعتقد أن الخلل هو مركب ومن منهج من قبل الجميع. الحوثيون ينطلقون من خلال لجوية معينة تابعة لإيران ولا يوجد مقاومة حقيقية ضدها، لكن أنا أعتقد أن الخلل الكبير هو في التحالف السعودي الإماراتي الذي يقوض كيان الشرعية، الذي يمول الميليشيات، الذي يضعف المقاومة، الذي يمنع وصول السلاح إلى المقاومة، الذي يحاصر الشعب اليمني، الذي يهينه في المطارات وفي الحدود وفي كل مكان. أصبحت كارثتنا الكبيرة هي التحالف. التحالف عندما يقوض الشرعية، عندما يمول الميليشيات، يمكن الحوثيون من التوسع والبقاء طويلا، يضعف الشرعية، يفتت الشعب اليمني. وأنا باعتقادي أنه ليس خللا تلقائيا أو بسبب أن هناك أخطاء من جهة ما، لكن الحاصل على مدى السنوات الماضية أن هناك مخطط ممنهج لما نحن فيه اليوم. اليوم يعني يفرض على الشعب اليمني أن يعيش بالواقع الذي نحن فيه اليوم من الكوارث والميليشيات ودولة اللانظام والقانون، شرعية ضعيفة، ميليشيات تتحكم شمالا وجنوبا وبدعم خارجي. هذا الأمور التي نحن وصلنا إليها، ويحاول التحالف وبعض القوى التي تحاول السيطرة على المشهد اليمني بفر هذا كواقعا على الشعب اليمني. نحن الآن للأسف الشديد أصبح اليمنيون في شمال الوطن يتعايشون مع ميليشية الحوثي، ليس لأنهم يقبلونها ككيان، وإنما لا يوجد هناك خيار آخر. الشرعية مشتتة، الشرعية أصبحت خارج نطاق التغطية، الشرعية أصبحت كيانا مرتزقا خارج البلاد. هناك يعني شتات آخر يوجد في المناطق الجنوبية، حكومة هزلة وميليشيات مناطقية انفصالية. هذه المشكلة التي نحن فيها هي أصلا مركبة، لكن السؤال هنا أين الخلل؟ أنا في اعتقادي وأين الحل؟ المفروض الآن نتكلم عن الحل. لكن أنا في اعتقادي يعني أن الحل الوحيد إذا لم نعرف مواطن الخلل، ربما لم نستطيع الوصول إلى الحل. وتساءلنا كثيرا حقيقة عن أين يمكن أن يكون الحل. الخلل الكبير بالنسبة لنا كشعب اليمني أن الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي أصبحت ورقة بيد التحالف السعودي الإماراتي لتنفيذ أجندة ليس لليمنيين علاقة بها. هذه جزء من المشكلة الكبيرة، وأنا في اعتقادي أنه في حال سقطت هذه الشرعية القذرة يستطيع اليمنيون الذهاب والبحث على حلول مع المجتمع الدولي من أجل إسقاط المشاريع التفتيتية في الداخل متمثلة بميليشية الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي. هنا النقطة الأولى. لكن أنا في اعتقادي أنه آخر اليوم لمحاربة الانتداب السعودي الإماراتي في الجنوب ومحاربة الإمامية متمثلة بالحوثيين في مناطق الشمال هي بنفس الطريقة التي قام بها أباؤنا وإجدادنا لإسقاط النظام الملكي الإمامي في الجنوب وطرد المستعمر الخارجي من الجنوب، هي من خلال المقاومة. المقاومة هي المشروع الوحيد الذي يجب على اليمنيين جميعهم من مواطنين وتجار وسياسيين الالتفاف نحو مشروع وطني جامع لكل اليمنيين. الآن ما يوجد على الساحة اليمنية هي مشاريع تفكيكية جهوية شمولية مناطقية انفصالية تعمل لصالح مشاريع خارجية ليس لنا علاقة بها. عندما يقرر اليمنيون أن الشرعية هذه انتهت وأننا نحن أمام مواجهة حقيقية مع الميليشيات الإمامية والميليشيات التابعة للإمارة السعودية، هناك سيتضح لنا الخيط الأبيض من الأسود، وهناك نستطيع التحرك لاستعادة الشرعية والحكومة والجمهورية. غير ذلك سنظل ندور في نفس الدوامة التي تصنعها خيوط مخابرات خارجية وممثلة بالإمارات والسعودية وإيران وغيرها من الدول التي تدعمها من الخلف. نحن نعم، إذن أستاذ إبراهيم إلى السطح.
نعم سأعود إليك، ولكن أسألك أستاذ رشاد، خلال 5 سنوات الحوثي بنى إمبراطورية مالية، نهب وجبى وبسط على أموال الناس وتوقفت رواتبهم وأسس شركاته العملاقة وسوقه السوداء، بالإضافة يعني إلى أنه يحكم بالحديد والنار. بالمقابل، ما الذي قدمت الشرعية للمناطق التي تسمى محررة؟ للأسف احنا لو عدنا مثلا الحوثي هو ينطلق من أيديولوجية ونصوص واضحة منذ مئات السنين، وضعها منذ أن وطأ القدم الرسي أرض اليمن ودنس أرض اليمن يحيى الرسي، يحيى بن الحسين الرسي. هذه نصوص أنه عايشين على نحن تحول الشعب اليمني إلى أو مناطق اليمني إلى مناطق جبايات ومناطق نهب وسلب وفيد، ومن أجل سعادة هذا العنصر الذي يسمي نفسه السلالي أو العنصر الذي يضع نفسه أنه عنصر مقدس وأنه أصبح أو أنه أصل من أصول الدين. هذه الكارثة التي حلت باليمن من واللعنة التاريخية التي حلت باليمن ما يسمى الهاشمية السياسية. على فكرة أستاذة آسيا، هناك إجماع وإجماع حتى في مناطق سيطرة الحوثي، إجماع غير مسبوق ضد الحوثي، ضد ميليشيات الحوثي. ما يحدث هو أنهم تم كبحهم بالقوة، وأنت تعرفي ما الذي حصل، وصل حتى إلى تهديدهم بنسائهم بعروضهم. هناك كوارث كثيرة تحصل في المجتمعات، في المجتمعات في مناطق سيطرة الحوثي، بينما الشرعية للأسف زي ما قلت لك هناك تم تطعيمها بشخصيات ليست لا تحمل القضية وليست ذات ولا تحمل مسؤولية، وبذلك هذه المسؤولية التاريخية الوطنية. نحن في معركة وتعتبر معركة مصيرية مقدسة، نحن لسنا أمام خصم سياسي يمكن أن تصل أنت معه إلى نقاط معينة وأن تتصالح معه أو أن تشترك معه في السلطة. لا، نحن أمام خصم يعتبر الجميع عبارة عن قطيع خلقه لعبادة هذا العنصر السلالي المقدس، وهذا تاريخهم. لذلك لا يمكن إلا في حسم المعركة. الشرعية كانت مقصرة كثير، الشرعية ارتهنت، رمت بكل أوراقها للتحالف العربي، القرار اليوم المسلوب، القرار العسكري، القرار السياسي، القرار حتى القرار الاقتصادي، حتى يا أستاذة آسيا الاتصالات يعني، وهي كانت أهم، وكانت مسألة بسيطة أن تنقل إلى مناطق المحررة، مناطق الشرعية المحررة. رفض التحالف، يبدو كان له يد أن تبقى الاتصالات، وهذه ما تضخ من مردود ضخم للحوثي ويستخدمها في حروبه ضد الشعب اليمني. أيضا المعلومات وسرية المعلومات اليوم كلها بيد الحوثي. أنا أقول أن السلطة الشرعية تتحمل مسؤولية كبيرة، وأنا أطالب من قناة عبر هذا المنبر الحر، نحن نطالب كشعب يمني بحكومة، حكومة حرب، حكومة مصغرة. لا نريد هذا الجيش من العوائل، وهذا الجيش من الوزراء، وهذا الجيش من المنتفعين. نريد حكومة حرب مصغرة، وأن تعود إلى الأرض اليمنية، وأن تستعيد قرارها العسكري وقرارها السياسي. ما الذي يعمله المعسكر الجيش الإماراتي في بلحاف؟ بلحاف هذه أهم منشأة خاصة بالشعب اليمني ومورد اقتصادي هام. نحن المحاصرون اليوم، تحاصر الجيش الوطني اليوم، يضرب الجيش الوطني، بينما ميليشيا الحوثي تتحرك بأريحية، هناك الصواريخ تصلها بأريحية، هناك الأسلحة بكل الإيرانية بمختلف أنواعها تصلها، أيضا الخبراء وحتى المقاتلين. وسنكتشف أن هناك مقاتلين إيرانيين ومن حزب الله ومقاتلين عراقيين مع الميليشيا الحوثي لإبادة الشعب اليمني، مع أن التحالف يتآمر على نفسه أولا. وأنت تعرفين أن بقاء الحوثي لو بقى حتى في محافظة صعدة لعلا هو يشكل كارثة بالنسبة للأمن القومي السعودي، وستدفع ثمنه السعودي. اليوم يفكك المجتمع اليمني على أيدي الحوثيين والتحالف العربي، وغدا ستشهدين أن المجتمع السعودي نفسه يفكك على أيدي إيران والحوثي. هذه كارثة. لذلك علينا أن نعتمد على أنفسنا وعلى الداخل اليمني، يعني يعتمد على نفسه، وأن نطالب بحكومة حرب، وأن تعود إلى البلد. اليوم مأرب، اليوم مأرب يا أستاذة، سأسألك عن المأرب، قلعة جمهورية حصينة.
اسمح لي فقط أن أذهب للأستاذ إبراهيم لأسأله حول التفاهمات التي قيل بأنها بين الحوثي والسعودية في الأونة الأخيرة، ربما في منتصف فبراير كشفت وسائل إعلام عالمية ودولية، وتحدثنا نحن هنا أيضا عن هذه التقارير التي أوضحت أو كشفت العلاقة بين الحوثي والسعودية. هل تعتقد أن ما حصل بين في الجوف ونهم هو نتيجة هذه التفاهمات؟ ربما، لكن المؤشرات كلها تقول أنه حتى التفاهمات بين الحوثيون والنظام السعودي هو ليس لقرض الحل، وإنما لقرض الاحتواء. الحوثيون كما تعرفي باتوا يستهدفون المطارات السعودية والمنشآت النفطية السعودية ويسببون قلقا حقيقيا للداخل السعودي، وأيضا السعوديين ولن يأمنوا من هذه الميليشيات مستقبلا. فهنا كما ذكرت سابقا النظام الحوثي الإمامي السلالي هذا يختلف تماما عن النظام الإمامي في الستينات أو في الخمسينات، لأنه النظام الإمامي السابق كان نمطه في الحكم يشابه كثيرا من النمط النظام الأسري السعودي، لكن اليوم ميليشيات الحوثي تختلف تماما، هي تتجه نحو إيران ولديها تشابك كبير مع إيران، ونحن نعرف أن إيران الآن موجودة في المنطقة وهدفها الأول هو إسقاط النظام السعودي والسيطرة على المنطقة. فلذلك النظام السعودي حتى لو حاول من تمكين الحوثيون من السيطرة على المناطق الشمالية فلن يبقى ذلك طويلا، لأن الحوثيين سيستهدفون من اليوم الثاني عندما يتقوون أكثر المملكة العربية السعودية، لأنهم أصبحوا ذراعا إيرانيا، وهكذا يعني التبادل بينهم. لكن أنا أعتقد أن التفاهمات الأخيرة هي لقرض احتواء يعني التصادم فيما بينهم. أنت تجدين اليوم التحالف الإماراتي السعوديين لا يستهدف القوات الحوثية، وأيضا الحوثيين لا يستهدفون السعودية، فلذلك هناك النقطة الاتفاق حول هذا الشيء. لكن هل سيتم هذا الاتفاق وتنفيذه مستقبلا من أجل استقرار نظام حوثي في المناطق الشمالية ومن ثم يعني عدم استهداف السعودية؟ أنا أعتقد في اعتقادي لا، لأن المشروع السعودي لن يقبله، المشروع الحوثي لن يقبله اليمنيون، ولن يقبلوا أن يتحكم بمصيرهم ميليشيات إمامية يعني مستقبلا. فلذلك كل هذه العوامل مهما حصلت اتفاقيات بين السعودية والحوثيون أو بين السعودية والمكنة الانتقالي، هذه اتفاقات لحظية لن تمر مرور الكرام، لن يقبلها المجتمع الدولي على المجتمع على المدى الطويل، ولن يقبلها المجتمع اليمني على المدى الطويل والقصير أيضا. الحوثيون كما ذكرنا مرارا وتكرارا لولا فشل التحالف لما تمددوا، وأيضا التحالف لولا ما يقوم به لما بقى في المناطق الجنوبية. لذلك نعم. كما ذكرت في بداية الحديث هما موجهان لعملة واحدة. نعم إبراهيم قاطبي النشط الحقوقي والسياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن. عودة أخيرة لك أستاذ رشاد، ما هي خيارات اليمنيين في ظل كل هذه المعطيات؟ أمام اليمنيين خياران لا ثالث لهما، إما أن ينساقوا قطيع وعبيد لما يسمى السيد والهاشمية السياسية ونعود للعبودية من جديد وننزع منها آدميتنا وكرامتنا، وإما أن نخوض معركتنا معركة التحرير، هذه معركة وجودية، معركة مصيرية مقدسة لا مناص إلا من حسمها عسكريا مع ميليشيا لا تؤمن بحقنا حتى في الحياة على أرضنا. هذه مسائل مفرغ منها. على فكرة اليوم الوضع تغير، لدينا جيش، على فكرة لدينا جيش وطني أفراد، وأنا أتكلم عن مقاتلين، والله هناك قيادات. وأنت تعرفين يا أستاذة آسيا أنه لثمانية أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر بدون رواتب وأولاد وهم يعانون في ظروف فقر مدقع، لكنه يقاتل، عنده إرادة وعنده قضية مقدسة يقاتل من أجلها. ما حصل، حاول التحالف للأسف الشديد أو حاولت بعض القوى المحسوبة على النظام السابق قتل الروح
قتل القيمة الحقيقية، القضية لقداسة القضية التي نقاتل من أجلها، بأن التحالف مرتزقة وأنه لكن اتضح أنه هناك وسيحصل هناك التفاف شعبي عارم. نعم. اليوم مأرب قلعة جمهورية حصينة، مأرب قلعة حتى ونحن نود أن الجبهة الداخلية يعني أن تكون كل المناطق والجبهات المحررة قبلة الخارجية مشتعلة، وتنظرين صحيح. كيف الميليشيات تنتحر على ضوء. نعم، كنا نتمنى أن تكون كل المناطق المحررة أنموذجا حقيقيا لعودة الدولة والشرعية. شكرا جزيلا لك رشاد المخلافي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.